Bonjour à tous de MTV Alive. صباح الخير من ام تي في لايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. نهار جديد بيطل علينا، بتامل يكون ملئه الخير، يكون ملئه النشاط كمان، بس كمان الامتنان. دائما نحن بنتذكر المصيبه اللي وقعنا فيها او الشده لنقول اللي وقعنا فيها، بنتذكر مين يلي سمح بهالشده انها تكون موجوده او مين كان سببها، ولكن اوقات كثير بننسى مين اخذ بايدنا وقت الشده، وهيدا اللي لازم نتذكره قبل كل شيء. نحن برنامجنا اليوم اكيد عديده، ببرنامجنا في مواضيع عديده ومنوعه، وكل الزملاء جاهزين ليكونوا عم بيقدموا فقراتهم. البدايه رح تكون مع زميلي الي ابو صالح. بونجور. هاي كاتيا، صباح الخير. تمام، صباح النور. كيف كان الويكند؟ صافا، ماشي الحال، كثير منيح الويكند. صحيح، ولكن دائما لما بتكون العائله مجموعه بيكون احلى ويكند شو ما كان يكون. خي مش ضروري يكون في يعني مشاريع كثير قويه ولحتى هي الجمعة حلوه، لان الجمعة مش على طول عم نقدر نكون كلنا سوا. ومش بس هيك، هلا هالايام لحتى لنجتمع سوا بتكون الشغله صعبه، فلما بيكونوا الكل مجموعين بسبب بس بدك تقعد تتفرج عليهم يعني. عيد عيد، هي هي سو بتصير. ما بدي اعمل ولا مشروع، بس المهم تكونوا كلكم موجودين. طيب خي ان شاء الله مش كل ويكند هيك، ان شاء الله كل يوم يكون عندك الفرصه هيك. شو عندك اليوم؟ بتكنولوجي رح نكون عم نحكي عن ابديت من نينتندو. من باكتوبر هذيك السنه نزلوا ايتم كان اسمه نينتندو سويتش، بس ما كثير هيك ضوينا عليه. في فيديو مهضوم انتشر بسرعه كثير كبيره اونلاين عن هالمشروع، سو رح نكون عم نحكي عنه. وبالاضافه هيك لكم ابديت ثاني، ديفايس موجود بالبيت بيساعدنا انه نقدر نسلي البيتس الموجودين حتى لو نحن كنا مسافرين، بما انه كمان الوقت يلي بنقضيه بالبيت عم بيصير اقل واقل، فعم نلاحظ التكنولوجيا عم تدخل على ابسط الامور كاتيا بالمنازل لتقدر تساعدنا يا اما نكون موجودين بطريقه فيرتشوال او لنقدر نكون كمان عم نتحكم بامور داخل البيت. حتصير عيشه اشباح اخر شيء. كل واحد انه ما بيروح على بيته، بس انه بيتحكم بكل شيء ببيته يعني. فما بعرف لوين رايحين. اكيد بعد شوي معك بتكنولوجيا، اما هلا واقفه بنكون مع اوتو فوكس، خليكم معنا. اليوم 14 أدار، طبعا كل الحديث عن هل 14 أدار بعد موجودة أو لا. أكثر من مليون لبناني وضعوا توقفهم بمنازلهم وحملوا الوطن على ساحة الشهداء ب 14 أدار 2005، وكان لبنان الإنسان هو الطاغي. وطبعا وحدة الصوت الوطني كانت سائدة ورفع العلم اللبناني. اليوم بيصادف 14 أدار ولكن الواقع السياسي مختلف تماما. أعاد امبارح كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اللي هجم فيه حزب الله بعد الروح إلى جسد فريق 14 أدار المريض، ووجهت اليوم الدعوات من قبل قيادة حزب الكتائب اللبنانية إلى حفل استقبال بمناسبة ذكرى 14 أدار الساعة 5 من عصر اليوم بالبيت المركزي بالصيفي، علما أنه الجميل رح يعقد مؤتمر صحفي الساعة 1 أو عقد الساعة 1 امبارح أو اليوم عن موضوع الضرائب الواردة بالموازنة. وليس بعيد عن صيف يعقد ظهر اليوم كمان اجتماع بالبيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار بالسوديكو، بيتم فيه إطلاق أمانة سر ناشطي 14 أدار، وهو نسخة جديدة من أمانة سر 14 أدار، بتضم قادة رأي ومفكرين وكتاب وناشطين طالبيين وجدوا ضرورة لإعادة التلاقى فيما بينهم. وبأكد مصدر مطلع على التحضيرات للاجتماع أنه بعد تحقيق إنجاز النضال الأول لحركة 14 أدار اللي تجسد بانسحاب الجيش السوري من لبنان، رح يكون عنوان التجمع الجديد رفض سلاح حزب الله والهيمنة الإيرانية على لبنان. وبضيف المصدر أنه سبق أن رفعنا شعار العبور إلى الدولة، إلا أنه هالشعار ما تحقق بظل وجود سلاح غير شرعي لبناني وفلسطيني، وبظل عدم بناء دولة قوية حتى الآن.
بتشير معلومات موقع الام تي في، لانه اجتماع رح يعقد ظهر كل يوم اربعاء لهالمجموعه بالبيت المركزي لحزب الاحرار، تماما كما كانت تعقد اماده سر 14 اذار، كانت تعقد اجتماعاتها بمقرها اللي بيملكه رئيس الحكومه سعد الحريري، ورح يتم اطلاق موقف اسبوعي بيترافق مع حركه سياسيه وميدانيه ايضا. ويكشف المصدر انه اختيار البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار جاء انطلاقا من ثبات الحزب على مواقف 14 أدار تيلة هلمتي. موضوع تاني مننتقل لإله إلى أمريكا، إشادة بجورج بوش الرسام، أشاد أحد كبار نقاد الفن التشكيلي بالولايات المتحدة بكتاب الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش يلي تضمن عدد من اللوحات الزيتية بريشته، ووصف الكتاب بأنه متطور ومعقد وبيحمل بطاياته الكثير، وقال أنه الرئيس الأسبق رسم حوالي 66 لوحة زيتية لمحاربين سابقين أظهرت حرفيته بالرسم بشكل كبير، في حين تصدر الكتاب قائمة واشنطن بوست لأكثر الكتب مبيعاً. وأضاف: ما بهم كيف يعني فكر جورج بوش، ولكن كيف قدم لوحاته، هالشي بيعكس تواضعه والتزامه، إضافة إلى أنه اللوحات بتعكس فن راقي. وتفرغ الرئيس الأمريكي الأسبق خلال الأشهر الأخيرة للرسم، وقدم على مدى الأشهر القليلة الماضية 98 لوحة زيتية لقدامى المحاربين، وطرح ب 28 شباط الماضي كتاب بضم صور لوحات إذن لقدامى المحاربين من أجل جمع المال لدعم يلي خدموا الجيش، وبيحمل الكتاب عنوان لوحات الشجاعة تحية القائد الأعلى لمحاربي أمريكا. ورح تخصص إذن هالعائدات لصالح مؤسسة بوش يلي بتهدف لمساعدة قدامى المحاربين اللي شاركوا بصراعات ما بعد 11 أيلول 2001 على التكيف مع الحياة المدنية. وقال دار النشر أنه الكتاب رح يضم 66 لوحة ملونة إضافة إلى قصص. وتلقى بوش يلي بيعيش بدالاس دروس بالرسم بعد مغادرته البيت الأبيض بال 2009، إذا بفترة قليلة قدر أنه يكون رسام محترف. موضوع تاني بنرجع للبنان ولعجقة السير وللمي على الطرقات يلي تكدست مبارح، والبرك يلي كانت موجودة على الطرقات بمختلف المناطق بلبنان، إن كان بدبي أو وين ما كان، كمان الصالومة باتجاه الحايك، إذن على البحرية على أوتوستراد دبي باتجاه نهر الكلب، بولفار سن الفيل، جسر الواطي. الأمطار تسببت طبعا بزحمة سير خانقة، وكل على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا ناشطين جدا لحتى يعبروا عن سخطهم لا يعني هالشدة يلي دايما بتلازم اللبنانيين مع كل قطرة مي بتنزل من السماء يلي المفروض انها تكون نعمة ولكن بتصير نقمة. ننتقل إلى الفن. أديل تقبل يد معجبة أمام أكثر من 100,000 متفرج وبتحطم الأرقام القياسية. أوقفت المطربة البريطانية أديل الغناء بحفلتها الأخيرة بأستراليا اللي حضرها أكثر من 100,000 متفرج لترحب بفتاة أرادت مصافحتها أثناء إحياء حفل بسيدني. وما اكتفت أديل بمصافحة الفتاة اللي كان خطيبها حملها على كتافه لتصافح أديل، ولكن توقفت عن الغناء وقامت بتقبيل يد المعجبة يلي بتقول انه كانت عم تبكي. ولما وصلت يعني قريب على أديل اخذت ايدها وبستها، فما كان من الفنانة الا انه هي توقفت عن الغناء واخذت ايد المعجبة وبستها بدورة وقالت لها ما تبكي. الحادثة تنقلتها طبعا وسائل الاعلام العالمية، واعتبرت انه أديل سجلت من خلالها موقف إنساني لافت جدا. وقد حتمت أديل بحفلة بأستراليا الأرقام القياسية بنسب الحضور، حيث حضر الحفل نحو 100,000 شخص وتفوقت على الرقم القياسي السابق للمطربة تايلر أو المغنية تايلر سويفت بال 2015 يلي بلغ في عدد الحاضرين 78,000. والهيئة عم بيقولوا أنه راح تكون عم تحافظ أديل على 100,000 يلي هي الرقم القياسي، لأنه الحفل الجاي راح يكون لجاستن بيبر ولهلأ بس 70,000 تيكت انباعت. ننتقل لآخر خبر. كلب أمريكي بيفوز بأكبر مسابقة للكلاب المدللة بالعالم. إذن فاز كلب أمريكي من فصيلة كوكر سبانيل
بالجائزة الكبرى بمسابقة كرافتس يلي تقام ببريطانيا من 126 سنة وتعتبر أكبر مسابقة للكلاب المدللة بالعالم. بيقول لصاحب الكلب أنه كلب مميز وأنه هو مندهش وبغاية السعادة لهالربح ولهالفوز. بنشوف إذن اليوم صورة اليوم شو رح تكون. طبعا من امبارح والطرقات امبارح بلبنان يلي كانت فعلا بحاجة لأن تكون عم تتصور وإن شاء الله ما بتنعاد، ولكن كل مرة بنقول المرة اللي جاية إن شاء الله خير. هلأ واقفة منكم مع أوروسكوب.